السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بالجميع في حلقة تانية من Azure Data Protection. أفترض يا شباب إن اللي شاف الحلقة الأولى هو حابب يكمل معايا السلسلة أو حابب يطلع كلاود أز باك أب، يعني ياخد السيرفز اللي اسمها البس. علشان كده الفيديو ده مهم جدا 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 لأي حد هيحط بلان أو باك أب بلان أو هيحب كمان يكمل معايا الكورس. ليه؟ لانه احنا هنشتغل او هنتعلم في الفيديو ده اشياء او مصطلحات مهمه جدا، وهنعرف حقائق حضرتك كمحترف من المفترض ان انت هتبني عليها خطتك في الباك اب. اوكي، وعلشان ما نطولش تعالى ننتقل سريعا لموضوع النهارده. موضوع النهارده هنتكلم عن الفاكتس والديفينيشنز. تمام، ايه هي الديفينيشنز اللي معانا النهارده او التعريفات يعني والمصطلحات اللي معانا النهارده؟ ثلاث مصطلحات مهمين جدا لازم تعرفهم ولازم تفهم الفرق بينهم، لان هو ده اللي هيتبني عليه شغلك. لو سمحت ركز معايا، اعتقد ان احنا هنقول كلام صعب جدا تحصل عليه كمعلومة، هتتعب لما تحصله او محدش هيقوله لك من الاخر. تمام؟ تمام. اول حاجة معانا الدي بي ام، مصطلح اسمه دي بي ام. دي بي ام يعني ايه؟ يعني داتا بروتكشن مانجر. اوكي، ايه هو الداتا بروتكشن مانجر؟ ده برودكت من مايكروسوفت من عيلة السيستم سنتر. احنا كلنا عارفين او سمعنا بان في سيستم سنتر فاميلي، اللي هي سيستم سنتر مثلا اوبريشن مانجر، سيستم سنتر فيرتشوال ماشين مانجر، وفي سيستم سنتر داتا بروتكشن مانجر. طيب بيعمل ايه سيستم سنتر داتا بروتكشن مانجر ده؟ ده منتج او ابلكيشن او لايسنس حضرتك تشتريها من مايكروسوفت بتدير عمليات النسخ الاحتياطي والاسترجاع، ويعني بتعمل لها مانجمنت كده. تمام، في الاون بريم عندك. اوكي، بتعمل له انستول وبتشتغل عليه علشان يدير ليك عمليات الباك اب في الاون بريم. تمام كده. تمام، ايه المصطلح الثاني اللي معانا او التعريف الثاني اللي لازم نفهمه كويس جدا؟ تعريف المابس. طيب مابس يعني ايه الاول؟ مايكروسوفت اجر باك اب سيرفر، وبعض الناس بتقول عليه باك اب سيرفيس. فسواء سيرفر او سيرفيس انت لازم تفهمه كويس قوي. ايه هو؟ قال لي ده نفس السيستم سنتر داتا بروتكشن مانجر بالظبط لكن كلاود. تمام، يعني بنعمل لك برضو عمليه مانجمنت للباك اب والريستور، وبياخد منك كل حاجه يعني كل الداتا بتاعتك ويحطها لك في سايت تاني كده وحاجات حلوه، ولكن كلاود. تمام، طب ايه الفرق الجوهري بينه وبين السيستم سنتر؟ هو هنا بيقول لك فيو ديفرنس، يعني اعتقد مفيش فرق غير انه كلاود. دي اول فرق مهم. تاني فرق انه فري، ملهوش لايسنس. اوكي، بينما السيستم سنتر انت عشان تروح تشتريه بتدفع فلوس، دي لايسنس. خلاص كده شباب. تمام، علشان تفهم بقى الفرق بين ده وده، او عشان تفهم ايه هو ايه الكلمه ديت، يعني هو بيقول لك هنا بيست اون سيستم سنتر، مبني على سيستم سنتر، هو الحقيقه كمان بينتجريت مع سيستم سنتر. تعالى بس كده ايه نروح للشريحه الثانيه. انا عندي هنا الشركه اهي الاون بريم بتاعتي، عندي فيها ايه؟ عندي فيها الابلكيشن، الاوبريتنج سيستم، الويندوز سيرفر، الفي ام، الفولدر، الفايل، الدرايفر، كل شغلي. صح كده؟ اعتقد ما فيش شركه سواء صغيره او متوسطه او حتى انتربرايز ما فيهاش الحاجات دي. جميل. والاوبريتنج سيستم اللي عندي اما هو لينكس او ويندوز. يعني بعض الناس ما اعتقدش يعني انه في حالات شاذه شغاله مثلا ابل ماكنتوش اللي هو الشركات الميديا والحاجات دي، ولكن احنا بنتكلم شغلنا عموما بشكل عام في شغل الانفورميشن تكنولوجي عموما يا اما ويندوز يا اما لينكس. تمام، هنا انا بعتمد في خطتي على ايه؟ كباك اب على منتج مايكروسوفت اللي هو ايه؟ سيستم سنتر زي ما قلنا. تمام، بيعمل ايه سيستم سنتر؟ بياخد باك اب من كل ده بما فيهم الابلكيشن. يعني انت لو عندك اس كيو ال او عندك اكسشينج هو بيدعم الابلكيشن باك اب، حلو، وبيدعم الفي ام باك اب، وبيدعم الديسك تو ديسك يعني الايمج، وبيدعم الفايل باك اب والفولدر باك اب. تمام، ده سيستم سنتر. حلو قوي، بياخدها مني كنسخه وبيحطها فين؟ في السكندري سايت. ده الشغل الصح يا شباب. ده يعني في شركات بقى بتحطها في ان ذا سيم سايت، ده مش صح. يعني ملفاتي بتبقى في نفس الموقع، ده مش صح تماما. كل الناس المحترفين عارفين كده. تمام، ولكن احنا
ك بيست براكتس زي ما بيقولوا كده، بنعملها ايه؟ بناخد ملفاتنا بنحطها في موقع تاني خالص، ويفضل ريكومندد انه يبعد عن المدينه يعني مينيمم 300 كيلو. ده الشغل الانترناشنال بقى المحترفين، اوكي؟ يعني مينيمم. حلو قوي. حد ممكن يسال ليه الصعوبه دي؟ هو مش صعوبه ولا حاجه، ولكن هو بنتخيل ان السيناريوهات مثلا ان انت يكون عندك شركه موجوده مثلا في دور من الادوار، عماره سكنيه مثلا او عماره تجاريه، شركتك في الدور الثاني، فانت واخد الباك اب ومرتاح وبتقول والله السكندري سايت بتاعي هو الروف او هو الدور الاخير. اوكي، خرجنا من نطاق انه ملفاتي تبقى في نفس السايت، صح؟ هقول لك اوكي، ما انت ممكن برضو العماره دي تتهد، زلزال يجي فيهدلك عمارتك، بياناتك راحت، صلى الله وبارك وسلم. طيب تمام. او حد ممكن يقول لي والله انا مطمن انا حاططها في انذر سايت، يعني في العماره الثانيه او الشارع الثاني او يعني في حي كده غير الحي. هقول لك اوكي ماشي، ما هو برضو ممكن المدينه كلها تتدمر، بسيطه جدا. فهي ريكومندد يا شباب ان السكندري سايت ده يبقى بعيد عنك على قد ما تقدر. تمام، حلو قوي. في بقى شركات يعني هي تعدت بقى الليفل ده وعاوزه السكندري سايت عندها يبقى كلاود، يعني السكندري سايت كده انا بقوم بعمليات الباك اب الخاصه بيا على الكلاود بقى، خلاص تمام. مش هقعد بقى اقول لك في زلزال وبركان والله اللي يحصل يحصل، انا ملفاتي فوق. حلو قوي. احنا كده بياخدها مني السيستم سنتر بيحطها لي في سكندري سايت، خلاص. لو انا حابب بقى اطلع بيها كلاود في ظل وجود السيستم سنتر عندي في الامبري، يعني انا معتمد على خطتي في الباك اب سيستم سنتر، بستخدم الماب، هما الاثنين مع بعض. اوكي، لو انا عندي سيستم سنتر. طب لو انا ما عنديش سيستم سنتر، خلاص الغي السيستم سنتر واستخدم الماب، بيقدم لك نفس الخصائص ما احنا قلنا، هو ولكن نفس الفيتشر، ولكن ده فري وده مدفوع، خلاص تمام. فاضل عندنا ايه؟ فاضل عندنا نعرف مستويات ده ومستويات ده. يعني ده بيباك اب لايه؟ لكل شيء. يعني بيباك اب على مستوى الفولدر، الفايل، السيستم ستيت، الابلكيشن، الفي ام، البيرميتال، كل حاجه. تمام؟ طيب ده بيباك اب على مستوى ايه؟ برضو كل حاجه. سيم فيتشر يا شباب. تمام؟ ايه ده؟ قال لي ده عباره عن تول كده او ايجنت حضرتك بتنزله من الاجر علشان يباك اب، ولكن على مستوى الفايل والفولدر، ومؤخرا دخل السيستم ستيت. يعني مش هتباك اب ابلكيشن ولا هتباك اب في ام ولا كده، اوكي، فقط فايل وفولدر وسيستم ستيت. ده حاجه مهمه لازم تفهمها وانت بتحط البلان بتاع الباك اب. حلو. في حاجه تاني؟ في، هو انت معتمد في الاون بريم عندك على ويندوز ولا على لينكس؟ واحد يقول لي والله انا شغال ويندوز، والتاني يقول لي لا انا شغال لينكس، واحد يقول لي انا عندي ده وعندي ده، صح؟ في سيناريو تاني يخرج عن كده؟ ما هو اما ويندوز كله، اما لينكس كله، اما الاثنين مع بعض، صح كده؟ تمام. هل بقى صاحبنا ده بيدعم مين فيهم؟ او ده بيدعم مين فيهم؟ او ده بيدعم مين فيهم؟ هقول لك ما تستعجلش على رزقك، لان احنا هنجاوب السؤال ده حالا. لو رحنا كده للشريحة ديت هيقول لي والله السيناريوهات. حلو قوي. انت شغال فين؟ في الأومبريم؟ شغال ويندوز؟ ايوه. شغالها ايه؟ فيزيكال ولا فيرتشوال؟ والله انا شغالها فيزيكال. خلينا ناخد الفيزيكال الاول شباب، يعني هو ده الشائع يعني. تمام، حلو. هتعمل باك اب على مستوى ايه؟ على مستوى الفايل والفولدر والسيستم ستيت والابلكيشن والفوليوم اللي هي درايفر يعني، صح؟ يعني هعمل كل حاجه. حضرتك اما عندك سيستم سنتر، داتا بروتكشن مانجر اللي احنا اتكلمنا عليه. لو ما عندكش استخدم المابس، لو عندك برضه استخدم الباب، طالما هتطلع كلاود. وصلت؟ طالما هتطلع كلاود، عندك ما عندكش هتستخدم ده، عندك ما عندكش هتستخدم ده. ليه؟ علشان حضرتك عاوز تاخد الابلكيشن وعاوز تاخد الفولدر وعاوز تاخد كل ده. لو مفيش ديت، لو مفيش ابلكيشن او مستوى ابلكيشن هتاخد ده، هقول لك خلاص ما تشغلش بالك، خد المارس وهنجي لها دلوقتي. طيب انا شغال اون بريم ولكن فيرتشوال، مش فيزيكال،
تمام؟ حلو. هتباك اب على مستوى ايه؟ برضو على مستوى كله. هقول لك تمام، برضه هي ديت. يعني اختصارا انت اون بريم سواء فيرشوال سواء فيزيكال هتاخد كل حاجه، يا اما تستخدم السيستم سنتر يا اما تستخدم المابس. خلاص؟ ما عندكش سيستم سنتر برضه هتستخدم المابس. طب عندك سيستم سنتر برضه هتستخدم المابس طالما هتطلع كلاود. ما فيهاش مفر. وضحت؟ وضحت. طب انا عندي اون بريم ولكن مش هطلع على مستوى ده كله، لا انا هطلع بس على مستوى الباك اب والفولدر والسيستم ستيت بس. هقول لك ما توجعش دماغك، نزل المارس اللي هي الايجنت اللي احنا هنشتغل عليه. يعني بعد الكورس بعد الفيديو ده ان شاء الله هنشتغل على ده. تمام؟ خلاص؟ حلو. طب لو انت لينكس، احنا هنا بنتكلم في نطاق ايه؟ اون بريم ويندوز. طب انا لو اون بريم بس لينكس هتشتغل مابس. المارس مش مدعوم، يعني الايجنت ما تقدرش تنزل ايجنت على لينكس. وبرده فيرجوال برده انت مش مدعوم، نوت سبورتد. خلاص؟ تمام. خلاص على مستوى كل حاجه لو انت فيرجوال هتستخدم المابس. انما المارس ده تنساه، لسه مايكروسوفت ما نزلتش ايجنت يدعم لينكس. وصلت؟ يعني لو انت شغال لينكس، يعني لو شغال لينكس سواء فيرتشوال سواء فيزيكال سواء البوث الاثنين مع بعض، انت مجبر تستخدم الباك اب سيرفر. وصلت؟ تمام. طيب في ايه تاني؟ فيه ان انت لو مش شغال اون بريم، انت لو شغال كلاود، يعني انت مثلا لو طالع شغلك كله قائم على الكلاود، في حاله ان انت مثلا شغال فيرتشوال ولكن مش جوه الاون بريم عندك، يعني ما بتشتغلش هايبر في ولا بتشتغل في ام وير، بتشتغل دايركت كلاود اجر. قال لي بص لو انت اجر والفي ام عندك ويندوز، يعني خلاص انت على مستوى الماشين كلها فولدر بقى وابلكيشن وسيستم ستيت ودرايفر و و في ايجنت كده بينزل على الفي ام نفسه وبتعمل الباك اب من داخل الاجر، ما تقلقش. تمام؟ ده هنعمله مع بعض ان شاء الله وهنشوف الدنيا يعني بتدار ازاي. طب لو انا لو انا اجر وهاخد على مستوى الفايل والفولدر والسيستم ستيت، برضو هنستخدم الاكستنشن اللي هو الايجنت اللي بينزل دايركتلي مع الفي ام. تمام؟ حلو. هو هنا قال لك نفس الاكستنشن نفس الاكستنشن. يعني اختصارا يا شباب، لو انت كلاود ما تقلقش من حاجه، الاكستنشن ده بينزل سواء لينكس سواء ويندوز سواء، خلاص انت كلاود خلاص. تمام؟ يعني تقريبا ما فيهوش صعوبه. يعني يبقى احنا كده اتعلمنا ايه النهارده؟ اتعلمنا حاجات مهمه جدا هنبني عليها خطتنا، اللي هي ايه؟ اللي هي انا شغال اون بريم ومعتمد الباك اب سوليوشن عندي سيستم سنتر وحابب اطلع كلاود، هقول لك لازم تانتجريت مع المابس. طب لو ما عنديش سيستم سنتر، هقول لك نزل المابس لوحده هيشتغل لك نفس شغلة السيستم سنتر. طب لو عندي سمول بزنس، يعني مثلا كل واحد من الموظفين عندي 5 6 موظفين مع اللابتوب بتاعه والحياة جميلة، ولكن انا عاوز اخد الباك اب من الملفات بتاعتهم واطلعها كلاود، هنا شغلة الايجنت هنشتغله مع بعض عملي بتفصيل شديد، وان شاء الله هنشتغل برضو على المابس. حد يقول لي طيب لو انا بقى في الاون بريم عندي باك اب سولوشن غير الدي بي ام اللي هو سيستم سنتر، عندي فيم مثلا وحابب اطلع كلاود، هل المابس هيانتجريت مع الفيم؟ ده سؤال اهو، صح؟ هقول لك بص، فيما اعلم 95% من الباك اب سولوشن اللي في السوق هي بتنيبل للكلاود باك اب من جواها، انت مش حابب تنزل المابس، وعموما هي برضه بتنتجريت مع المابس. يعني فيما اعلم برضه لو قلنا على مستوى الفيم، الكانفالت، الارك سيرف، الحاجات اللي هي مشهوره ديت هي بتنتجريت تلقائيا مع الاجر ومع المابس. تمام كده يا شباب؟ الفيديو اللي جاي ان شاء الله
هنشتغل على المارس، وهيكون محور شغلنا من الفيديو اللي جاي لحد نهاية الجزء الأول بتاع الكورس ده على المارس. هناخده بالتفصيل كباك اب، كريستور، كباك اب بوليسي، كمشاكل برضه ممكن تقابلنا ونحلها كده، والدنيا بالنسبة لنا إن شاء الله هتبقى سهلة وبسيطة. أشوفكم الفيديو اللي جاي، حضروا نفسكم للعملي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.